فاحنا بالنسبه لي النحل صديق، النحل عنده سلوك يفهمك، افهمه، تعارف بين نصائر يعني. فالفكره جتني ان انا كنت في بعض الدول وما اشوف منحل، فجت الفكره في بالي من هذه المناحل يعني خلايا النحل. تعرفت على كائن زين ما شاء الله عليه عالم، في حشره الله ذكرها في القران، فجت الفكره ان خلاص ابي اطور المشروع، ابي اوجه الناس الى ترى يا جماعه في عسل طبيعي صحي خالي من اي امراض. النحل ينتج لك عكبر، النحل ينتج لك غذاء ملكات، النحل ينتج لك البكتيريا النافعه. جو الناس حابين يزورون المنحل، يبون يتعرفون على هذا المنحل، شنو عندك انت في المنحل، ليش متتميز يعني اول مره يعني شيء جديد في البحرين نازل منحل، نبي ندش داخل النحل. طبعا الطموح على طول موجود، انا بديت من 5 خلايا، حاليا عندي 500 وعندي منحل في مصر. يعني ما شاء الله هم منهم نفسهم بيبان، هم اللي اتصلوا وهم اللي تكلموا وياي. الشكر الجزيل الى بيبان على هذا البرنامج، على هذه الدعوه. الامل موجود، طموحي موجود، وانا يعني ابتديت في المشروع، فمستحيل ان اتراجع. باذر في العمل، حتى لو ممكن فكره بسيطه، كانت فكره مجرد عندي فكره 5 طرول، عط روحك امل، ترى الدنيا فيها امل، الحياه فيها امل، دائما اتفائل بالخير.